دعونا الآن نستمتع بهذه الترنيمة الجميلة بعنوان أنا حستناك للأخ هاني فخري. وعلى فكرة من خلال الترنيمة رح يكون في رقم للتلفون أو عنوان يمكنك أن تتصل أو تكتب. دعونا نستمع لهذه الترنيمة. أنا هستناك كل يوم لأنك حي حسب الوعود والشهود بأنك جاي. رح أقف قدامك يرويني حنانك وأشوف أمجادك رب الحبيب. أنا هستناك بكرة كمان ده يوم جديد أتمتع بيه لما تكشف لي أمر جديد. يدك تطعمني حبك يسندني تشفي لي ضعفي ده انت الطبيب. انا هستناك لان كلامك لا يزول ده ولا قوات ولا سلطين تقدر تقول. ده كلام امثال وملوش برهان ده كان زمان مش رح يعود. ده كلامك حي وكل يوم يعطي حياة أموات بتقوم وخطى بتفرح بالنجاة. وكلامك يرجع يشفي ويرفع يروي ويشبع كل محتاج. أنا هستنى لأن كلامك روح وحياة اللي يقرا أحشاءه تفيض أنهار مياه. سهران فرحان في نور وأمان نفسه في سلام وفي نصرة كمان. هستنى فدية لما يعود يوم الاختطاف وقلوف واقفين رافعين أصواتهم بالهدى. صادق وأمين للمؤمنين والمنتظرين والغالبين. أنا هستناك.